السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباراة اليوم الخميس 18/5/2023، مباراة مؤجلة من الجولة 25. اليوم نيوكاسل يونايتد فازت على برايتون 4-1، أحرز هدف نيوكاسل دينير دينيز أونديف، هدف من مباراة بيلعب لبرايتون في الدقيقة 22، ودان بورن في الدقيقة 4 من الوقت بدأ الضعف الشوط الأول، ويلسون سجل هدف الثالث في الدقيقة 89، وبرونو مورا في الدقيقة 91 سجل هدف الرابع. دينير أونديف سجل الهدف الوحيد لبرايتون في الدقيقة 51. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإنجليزي وترتيب الهدافين بعد هذه المباراة المؤجلة. متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي المركز الأول 85 نقطة، أرسنال المركز الثاني 81 نقطة، بس السيتي مؤجل له مباراة. نيوكاسل يونايتد المركز الثالث 69 نقطة، مانشستر يونايتد المركز الرابع 66 نقطة ومؤجل له مباراة. ليفربول المركز الخامس 65 نقطة، برايتون المركز السادس 58 نقطة ومؤجل له مباراة. توتنهام المركز السابع 57 نقطة، أستون فيلا المركز الثامن 57 نقطة، برينتفورد المركز التاسع 53 نقطة، فولهام المركز العاشر 51 نقطة، تشيلسي المركز 11 43 نقطة، كريستال بالاس المركز 12 43 نقطة، وولفرهامبتون المركز 13 40 نقطة. تشيلسي اللي هو صاحب مركز 11 مؤجل له مباراة على فكرة. بورنموث المركز 14 39 نقطة، وست هام يونايتد المركز 15 37 نقطة، نوتنغهام فورست المركز 16 34 نقطة. على فكرة وست هام النهاردة تأهل إلى نهائي دور المؤتمر الأوروبي. نرجع تاني، ايفرتون المركز 17 32 نقطة، ليدز يونايتد المركز 18 31 نقطة، ليستر سيتي المركز 19 30 نقطة، ساوثهامبتون المركز 20 والأخير 24 نقطة. لو وست هام يونايتد تأهل فاز يعني في المباراة النهائية في دوري المؤتمر الأوروبي، ففي الغالب هيقابل فيورنتينا الإيطالي، هيلعب السنة الجاية في الدوري الأوروبي حتى لو محققش المكان يعني اللي هو الخاص بالدوري الأوروبي. وليفربول بنسبة كبيرة هيلعب في الدوري الأوروبي، ولكن يعني أنا أتمنى اللي في دماغي يكون صح، إن لو السيتي كسب دوري أبطال أوروبا ليفربول يتأهل لدوري أبطال أوروبا، بس الكلام ده بفتكر لأ، يعني معظم المحللين بيقولوا إن لأ، ولكن هنشوف اللي هيحصل بعد كده. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين ايرلينغ هالاند لعب مانشستر سيتي المركز الأول 36 هدف، المركز الثاني هاري كين لعب توتنهام 27 هدف، المركز الثالث ايفان دونر لعب برنتفورد 20 هدف، المركز الرابع نجم مصر محمد صلاح لعب ليفربول 19 هدف، والمركز الخامس ويلسون لعب نيوكاسل 18 هدف. بالنسبة لصناع الأهداف، المركز الأول كيفن دي بروين لعب مانشستر سيتي صنع 16 هدف، المركز الثاني بوكايو ساكا لعب أرسنال صنع 11 هدف، تساوى معه نجم مصر محمد صلاح لعب ليفربول، المركز الثالث لياندرو تروسارد لعب أرسنال صنع 10 أهداف، ومايكل أوليس لعب كريستال بالاس، والنجم الجزائري رياض محرز أيضا لعب مانشستر سيتي صنع 10 أهداف، وترند ألكسندر أرلوند لاعب ليفربول. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عامل لايك للفيديو، وكان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.